القدس الاله الواحد امين. بكره عيد الصعود وكل سنه وانتم طيبين. سؤال يا ما جاوبنا عليه، بيقول اريد ان اعرف هل الارتباط اسم ونصيب ولا حظ، ولا هل فعلا الله يوفق كل انسان كل اثنين معا، ام هي ارادة الانسان فقط؟ ما تقدرش تقول حظ او اسم ونصيب، لازم الواحد برضو يكون عينيه مفتحة ويعرف ايه المفيد ليه من اللي مش مفيد. وفترة الخطوبة تكون فترة يفهم فيها كويس يقدر يستريح ولا لا. واحد بيقول نريد ان نعرف لماذا تم خطف ايليا النبي بواسطة مركبة نارية الى السماء ولم يمت مثل كل البشر، هل هذا له دلالة بالنسبة لايليا واخنوه كعلامة للمجيء الثاني؟ ما فيش شك ان ايليا له مكانة كبيرة عند ربنا، بدليل ان في معجزة التجلي ربنا اختار ايليا وموسى بس من كل البشر تجلوا معه على الجبل في مجد. ايليا يرمز للناس البتوليين وموسى يرمز للناس المتزوجين. ليه مكانة كبيرة عند ربنا؟ أما ليه اختاروا دون باقي الناس؟ ما أعرفش. واحد بيقول أرجو أن أسمع دعوة صالحة من فم قداسته. ربنا يكون معاك ويوفقك في كل طرق. هل يوجد لقداستكم موقع على شبكة الانترنت ممكن من خلاله مشاهدة هذات الأربعاء؟ في موقع للبطرخانة مش لي أنا يعني، أبونا أرمية عارف الموقع ده، ممكن نبقى نكتبه لكم في المجلة إن شاء الله. واحد بيقول انا خادم في احد فروع مدارس الاحد واخدم في الصف الرابع والخامس، وساقوم بجعل الاولاد يحفظون في حدود 12 مزمور خلال شهر. كتير على العيال حفظ 12 مزمور في خلال شهر. هل أستطيع أن أجعل قداستكم أن تقوموا بتوزيع الهدايا عليهم كنوع من التحضير؟ أنا مستعد، لكن شايف أن حفظ 12 مزمور في شهر مسألة صعبة. ما في خدام ما يقدروش على كده، وفي أمناء خدمة ما يقدروش على كده. لكن كنصيحة، فيه مزامير قصيرة تقدر تحفظ لها، زي مثلا المزمور الثالث، زي المزمور الثاني عشر إلى متى يا رب تنساني، زي مزمور سبحوا الرب يا جميع الأمم وتباركوا جميع الشعوب، ده يدوب السطرين. يعني اختار المزامير القصيرة اللي ممكن تتحفظ بسرعة.
واحد بيقول خطاياي وتفاهاتي المتكررة كانت سببا في سوء حالتي الروحية وأضرت بعلاقتي مع الله، فأرجو كلمة من فضل حضرتكم تساعدني على الرجوع. مفيش غير انك انت تحاول تتوب وتضرب عدد من المطانية تطلب فيه من ربنا الرحمة والمغفرة. واحدة والدتها تعزت اتوفت طالبة كلمة تعزية، بتقول لم يعد هناك من يخاف علي او يدعي لي او يخفف من احزاني. افتكر الآية اللي بتقول ابي وامي تركاني اما الرب فيضمني، وزودي محبتك لربنا واطلب النياح لوالدتك. واحدة بتعلق على ما قلت في الجمهورية يوم الثلاث 3/6، بتقول زوجي يثور علي جدا ولا يتفهم في اي وقت، وهو يكون غير متعب. ما دام انت راضيه بكده ربنا يزود لك علاقته الطيبه، وانا هقول لك ازعلي منه بالعافيه. على راي المثل يا حاشا نفسك بين البصله وقشرتها ما ينوبك الا صمتها. واحد بيسأل عن كلمة ربنا يسوع المسيح اني انا باب الخراف، جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص. من هم الذين اتوا قبله ولماذا هم سراق ولصوص؟ دي اتكلم عنها غمال المعلم الكبير وسط اليهود، لما أرادوا الناس أنهم رؤساء اليهود يقفوا ضد الرسل قال لهم سيبوهم، إن كان الموضوع ده من ربنا يثبت مش من ربنا يزول. وقال بناء على كده في أعمال إصحاح 5، لأنه قبل هذه الأيام قام ثيوداس قائلا عن نفسه أنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، هذا أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا
والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف يتبقى. فبيتكلم على شيء داس يهوذا الجليلي وأزاغ جمعا من الناس وتبددوا. كذلك أيضا كثير من قادة الكتبة والفريسيين اللي جم قبل كده، لكن ما يقصدش الأنبياء، لأن الأنبياء دول جايين من ربنا وليسوا صرافا ولصوصا. لكن قال على يهوذا الجليل وسيكوداس أنهم صراف ولصوص، لأنهم كانوا يزيلون الناس عن الإيمان. واحد قال بالصلاح من أجل فشل عنده حساسية، ربنا يكون معه. سؤال: كيف يختبر الإنسان إيمانه وهو دائما في داخله يحس أنه ملحد لا إيمان له؟ الشعور بأنه ملحد دي محاربة من الشيطان، وهو مش حقيقي ملحد. لو حقيقي ملحد ما يطلبش من أجل إيمان. محاربات من الشيطان ما تعبرهاش كتير يعني. واحد بيقول: أنا صعيدي وبالتحديد بارشي بني مزار، وكثيرا ما رأيتك في أحلامي، وعلى الفور كنت أحس بسعادة غامرة بعد الحلم، وكان أقرب حلم لي هو أنك قمت بزيارة إحدى الكنائس التابعة لأبر شيخنا للصلاة به. والسؤال: لماذا لا تقوم بزيارة للصعيد؟ كفاية إن أنا زرتكم ولو في الحلم، دي بركة كبيرة. لو أقوم بزيارة للصعيد كله، شوفوا عندنا كام قرية وكام مركز وكام بند وكام محافظة، يعني عملية كبيرة. فاحنا بنشوف لما تيجي مناسبة معينة تبقى الزيارة ليها مناسبة، يعني مش مجرد افتقاد عام. ان شاء الله بعد شوية لو أحيانا الرب وعشنا هنبقى نزور دير الأنبا شنودة بعد ما تم تأسيسه وبنائه من كل ناحية وعمل أسوار ليه. اسمي في مناسبة افتتاح دير أو تدشين دير، فما يبقاش زيارة إلا السبب يعني. أما عن بني مزار دي كفاية اسمها مزار،
يعني مش عارف سموها كده ليه، بني مزار. افحص عن معنى اسمكم قبل ما اروح احسن، ناس يسالوني وما اعرفش اجاوب تبقى مش كويس. واحد بيقول في آية في المزمور بتقول تعبت في صراخي يبس حلقي كلت عيناي من انتظار إله، وآية بتقول بك يا رب احتميت فلا أخذ إلى البهت، لعدلك نجني وانقذني إلى أخذ. دول الأمضاء خدام وخادمات التربية الكنسية البرج، لازم لهم حاجة من أجلها احتمى بالرب. ابعتولي بالظبط ليه كلت أعينكم وليه تعبتوا وأنا أشوف موضوعكم. واحد عدلي الأسئلة اللي أجيب عنها والطبع تعلم. فبيقول ال 12 وفي الأربع كتب 612، واللي كانوا موجودين في الأعداد القديمة بتاعت العشر كتب 985، فكم عدد يكون ناقص؟ شوف انت بقى حوالي 370. إن شاء الله الباقي هننشر، إن شاء الله هننشر. وعايز برضو تسجيل الأشعار بالصوت، ربنا يساعد ان شاء الله. واحد تاني بيسأل بيقول خبرات روحية جزء اول وجزء تاني مش موجودين في المكتبات، فبيقول ارجو اما اعادة طبعها مرة اخرى أو إعطاؤهم لي هدية. على كيفك، عايز تاخدهم هدية أديهم لك. إذا كانوا مش موجودين في المكتبات وسواء كده أو كده ناخد بركة لما نديهم لك هدية. أخلي الجواب ده معايا عشان لما تيجي اشوف خطك هو ده اللي موجود هنا ولا لا. اصل الناس اتعودوا لما واحد يدي هدية لحد من الناس لازم يدي هدية لكل الناس، فما عندناش مانع اذا كان ممكن. جواب ما يتقريش.
واحد بيقول هو سمير ومرفوع عليه قضية 13,000 جنيه وقعد بالتوقيع على شكاية لصاحب المبلغ، وكان عمل مشروع نقلة في مير، وكان رأس المال من السلفيات، والألف ترد ب1500، يقولوا بعد مرور عام المشروع طالبني الصديق بالمبلغ وهو الآن مسافر اليونان، وقام برفع قضية يطالبني فيها بالمبلغ. وانت تعمل مشروع ب13,000 وما يكسبكش حاجة ورأس المال يضيع، معقول ده يا ابني؟ واللي سلفك 13,000 للنقلة ده هيقعد يأزأز فيهم كده 100 بـ100؟ مش معقول. لازم لما واحد يفكر في مشروع يكون يعمل حسابه انه يقدر يمر فيه ويكسبه، يسموها دراسة الجدوى من المشروع. لكن واحد يخش في مشروع ويستلف والألف يسددها ب1500 وبعدين ما يعرفش يسدد ويمضي على شيكات، نصيحتي ليكم اوعوا تمضوا على شيكات. ما دمت مش هتقدر تسدد الشيك يبقى ليه تمضي على شيك؟ ده أسوأ من كده، في ناس يمضوا على شيكات على بياض، وربنا يستر بقى هيتكتب على البياض ده ايه. بل في اكتر من كده، امرأة تضمن زوجها وهو يستلف وهي ضمن، تقعدوا تعملوا لي كده وهي تمضي له كضامنة. يعني اعرف حادثة معينة، امرأة مضت لجوزها كضامنة ليه، والزوج سافر بره البلد ومشي، وأصبحت الزوجة مهددة بالسجن من أجل أن هي ضمنت زوجها وزوجها ساب البلد ومشي وساب لها الديون. احترسوا من الشيكات ومن الضمان. احنا نشكر ربنا قانون الكنيسة يقول لا يجوز لرجل الدين، لا قس ولا اسقف، ان هو يضمن حد، لان دي هتهدد الكنيسة نفسها. فالاخ عايز 13,000 ولا ايه؟
بيقولوا منذ 4 سنوات ولم تقوم الكنيسة بمساعدتنا. يعني انت عايز تخش في مشروع تخسر فيه والكنيسة تديك ثمن الخسارة؟ عايز لازم واحد يدرس حالتك كويس. نكتفي كده. كنت كلمتكم في المحاضرتين السابقتين على رجال الله الأقوياء سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، وأود من الناحية الأخرى أن أكلمكم عن الآية التي تقول عن الخطية في سفر الأمثال، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أخويا. عجيب ان ناس كتير من الأقوياء وقعوا في خطايا، اما جرحوا لاما قتلوا، يعني لاما الخطية اتعبته لاما خلصت عليه. طبعا ليس كل الأقوياء، وإنما الذين لم يأخذوا القوة من الله أو الذين ظنوا أنهم أقوياء أو الذين قيل عنهم من هو قائم فليحترس لئلا يسقط، يعني يفتكر انه قوي وما يحترس لنفسه. عايز استعرض معاكم كثير من هؤلاء. اول شخص قوي وقوي جدا وسقط هو الشيطان. قوة هذا الشيطان انه كان ملاك، وملاك كبير من رؤساء الملائكة، وكان من طبقة الكاروبين، وقيل عنه في سفر حزقيال النبي اصحاح 28 أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. كنت في عدن جنة الله، وبعدين قال له أنت الكاروب المنبسط المظلل، أقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في كل طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. ومع ذلك هذا الشيطان الكامل في الجمال وفي الكمال وكان سقوطه عظيما واستمر ساقطا إلى يومنا هذا بسبب كبرياء دخلت في قلبه. وقال أصعد فوق كواكب الله أصير مثل العلي. فالكبرياء ضيعته. وكما ضاع ضاع آدم أيضا الذي خلق على
صورة الله وبثاله، وكان وكيل الله في الجنة، وكل شيء كان تحت يديه هناك. وسقط كل ده لا يجعلنا نخاف من السقوط، إنما نحترس من السقوط ونبذل كل جهدنا لئلا نسقط. خذوا مثلا إنسان كان قويا جدا، بل كان أقوى إنسان في عصره بلا منافسة، شمشون الجبار. شمشون الجبار اللي بلحي حمار في ايده خوف 1000 واحد جري يقصد، اللي شال باب المدينة وطلع بيه. شمشون الجبار هذا انهزم امام دليلة، وكل مرة تسأله عن سر قوته يقول لها فتجيب اعداءه ضده فينتفض ويقدر عليها، ومع انه عرف انها بتخون وبتجيب اعداءه. انا متعجب جدا، مش ازاي ان دليلة خانته، متعجب جدا ازاي وضع راسه على رجل دليلة وهي مسكت مقص وقعدت تقص له خصل شعره وهو مستسلم للمقص. جرالك ايه للدرجة دي؟ مفيش اي ادراك تسلم راسك للمقص، تقص فيه امرأة خاينة خانتك قبل كده كذا مرة، وكل مرة تقول لها على سر تخليك تنفذ السر ده بتاع قوتك وتنده اعدائك وانت تقدر عليه. اشمعنى المرة دي؟ اهو رجل قوي صحيح زي ما قال الكتاب، وكل قتلاها اقوياء. انا فاكر مرة كتبت في مذكرات روحية قال الشيطان لله اترك لي الاقوياء فاني كفيل بهم، اما الضعفاء فاذ يخافون من ضعفهم يعتمدون على قوتك فلا اقدر عليه. مفيش أصعب من الإنسان اللي فاكر نفسه إن هو قوي ويتصرف بغير حكمة. حاجة عجيبة تاني على شخص قوي هو سليمان الحكيم، كان أحكم إنسان في جيله وربما في أجيال كثيرة، وأخذ الحكمة من ربنا نفسه زي ما شمشون أخذ القوة من ربنا نفسه. وما كانش في واحد ينافس سليمان في الحكمة، وظهر له الله مرتين، ومع ذلك قيلت عنه مأساة في ملوك الأول 11. شوفوا بيقول ايه، وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملنا قلبه وراء آلهة أخرى. اللي بنى الهيكل اللي ربنا ظهر له مرتين
نساؤه أملن قلبه ورأى لها أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتاروت آلهة الصيدونيين، يمشي وراء عشتاروت آلهة الصيدونيين وملكم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفع لكموش رجس المؤابيين على الجبل تجاه إلى أخر. جرالك إيه سليمان؟ ده ما فيش حد أحكم منه. طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أخويا. سليمان اللي كتب سفر الأمثال، اللي كتب سفر الجامعة، اللي كتب سفر النشيد، اللي كتب أسفار أخرى، ينتهي هذه النهاية لدرجة إن البعض بيشك في خلاص سليمان. لولا إن ربنا كان قال لداود إنك هتجيب اب يجلس على عرشك وعلى كرسيك، إن أخطأ أؤدبه بقضيب الناس، يعني أهيج الناس عليه، لكن لا أسحب رحمتي منه كما فعلت مع شاول الملك. وأعتبر سفر الجامعة دليل على توبته، لكن سقط. وأبوه داود أيضا سقط. داود الرجل العظيم، رجل المزمار والعشرة الأوتار اللي حياته كانت صلاة، اللي كان بيقوم في الليل في نص الليل: نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، وسبقت عيناي وقت السحر لأكل في جميع أقوالك. ومع كل ده يقول له: يا الله أنت إلهي إليك وبكر، عطشت نفسي إليك. داود الذي عرف الصلاة أكثر من أي إنسان آخر سقط. سقط في الغضب الذي أنقذته منه أبيجايل، وسقط في الزنا مع بالشبع، وكان ممكن يضيع داود. وقال إنه بلل فراشه بدموعه. داود هذا الذي قال: كيف بادت الجبابرة. طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أخويا. دخلت الخطية بالتدريج على داود، ودخلت الخطية بالتدريج على سليمان اللي قال: مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. من الأقوياء الذين طرحتهم الخطية جرحى هارون رئيس الكهنة، أو أول واحد قيل عنه أنه بقى رئيس كهنة. يجي في يوم من الأيام يجمع الذهب اللي عند الناس ويعمل لهم عجل ذهبي ويسجدوا ليه. مين اللي بيخليهم يسجدوا العجل؟ رئيس الكهنة العظيم. حاجة تكسر.
لدرجة لما موسى نزل من على الجبل وشاف الحكاية دي شخر فيه. خاف من هارون، خاف، قال له ازاي تعمل كده؟ قال له ابدا يا سيدي، انا حطيت الذهب في النار طلع عجل كده على طول، النار هتشكله وتعمله عجل. اضطرب ما عرفش يجاوب. طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اخويا. كان عقله فين هارون سعد وهو بيعمل لهم عجل ذهب؟ من الذين برضو تنطبق عليهم الآية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اخويا، بطرس الرسول الذي طوبه السيد المسيح وأعطى له مفاتيح السماء والأرض كما أعطى هذا أيضا لباقي تلاميذه القديسين. جه وقت عليه خاف وسب ولعن وقال لا أعرف الرجل على السيد المسيح. إيه الحكاية؟ طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. في التاريخ الكنسي برضو أريوس اللي دوخ العالم في إنكار لاهوت المسيح، وكان أعظم واعظ في الإسكندرية، واستطاع يجعل بعض الأساقفة يسيرون في طيارة أساقفة، ودوخ الكنيسة كلها. ومع ذلك كان من أشهر رجال الكلمة في زمانه. أوريجانوس أوريجانوس الذي رفع نفسه بهذه العبارة، أيها البرج العالي كيف سقط. أوريجانوس كان أكبر عالم في أيامه، بل لغاية دلوقتي الناس كتير يمشوا ورا أوريجانوس. اللي كان قيل عنه إن ساعتها ما كانش فيه مطبعة، كان يملي ثلاثة أربعة في وقت واحد في مواضيع مختلفة. اللي قال عنه أحد الآباء لا يوجد العقل البشري اللي يتسع لكل كتابات أوريجانوس. كانت النتيجة إنه سقط. وحكم عليه من البابا ديمتريوس، وحكم عليه من البابا توفيلوس، وحكم عليه مش بس من كنيستنا، حتى من الكنائس الأرثوذكسية الغربية في المجمع الخامس والسادس بتاعهم. الرجل العالم الجبار ده ازاي ساقط؟ دخل في امور فوق مستوى الفكر. مره من المرات
في بداية الثمانينات أو سنة 79 أو سنة 80 مش فاكر، كنت بدرس في الكلية الإكليركية، وبعدين واحد سألني سؤال، قال لي هل يمكن أن يخلص الشيطان؟ قلت له يا ابني معقول يخلص الشيطان؟ ده لو الشيطان خلص يبقى ما فيش حد يهلك أبدا. معقول الشيطان يخلص؟ وورد عنه في سفر الرؤيا، رؤيا 20 آية 10، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين أمين. لا يخلص، يخلص إلا المسيح وهو بيحاكم الناس في اليوم الأخير، خلى ناس عن يمينه وناس عن يساره، وقال لليسار اذهبوا عني يا ملاعين الى النار المعدة لإبليس وملائكته. قلت له معقول يخلص والكتاب بيقول كده؟ قال لي حد من الاباء، احد الاباء قال الكلام ده. قلت له ما اقول واحد من الاباء يقول كلام ضد الانجيل، وبولس الرسول بيقول في الاصحاح الاول لغلاطيا ايه 8 و9، ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن اناثيما. مين اللي بيقول الكلام ده؟ قال لي أوريجان. تصوروا، بل أكثر الذين ساروا في تيار عودة التجسد ري انكارنيشن مشي ورا أوريجان برضه، إن الروح تمر من جسد لجسد لجسد. كيف سقط؟ طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها اخويا. ما نقوله عن اريوس اوريجانوس نقوله ايضا عن نسطور اللي كان رئيس الساقفه القسطنطينيه، ونقوله عن اوطاخي كان رئيس الرهبنة في القسطنطينية. ناس يظنون في أنفسهم أنهم شيء ويبحثوا أمور أعلى من مستواهم، خاصة بالشيطان، خاصة بالروح، خاصة بالمسيح نفسه. أو واحد يظن في كبرياء انه ممكن ان يقدم فكرا جديدا، او واحد في كبرياء ينتقد الكتاب المقدس. الناس اللي كلمتكم عنهم اكتر من مرة بتوع البيبليكال كريتيسيزم، يعني النقد الكتاب، وللأسف في كتير قوي منهم في انجلترا، ناس ينكروا الميلاد العزراوي، ينكروا قيامة المسيح، ينكروا حاجات كتير ولهم رتب في الكنيسة. طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أخويا. أو اللي يتكبر ويقول الشيطان ندوسه بأقدامه، تكون نتيجة الشيطان هو اللي يدوسه. طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أخويا. في المعرفة الذين يبحثون عن أمور فوق طاقة عقولهم، أو الذين يريدون أن يقدموا فكرا جديدا ولو في تحطيم
المسلمات اللي موجودة في الكنيسة. أو الذين يصابون بشيء من الكبرياء وبالكبرياء يسقطون. يريد كل واحد يطلب القوة من ربنا نفسه. في الآية اللي بتقول ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. داود النبي الرجل العظيم اللي حل عليه روح الرب كان باستمرار بيقول عرفني يا رب طرقك فهمني سبل. يقف امام الله كشخص لا يعرف، والرسل الاثناشر تلاميذ المسيح يقولوا له علمنا يا رب ان نصلي، هو حد ما يعرفش يصلي؟ ده حتى الوثنيين بيعرفوا يصلي. لا ده احنا عايزين الصلاة النموذجية اللي لما نصليها تضم كل الطلبات اللي احنا عايزينها. يريد كل انسان لا يغتر بنفسه ولا يظن انه وصل لمرحلة لا يسقط فيها. ده قيل عن ايليا النبي اللي كنت بتسأله عن العظمة بتاعته، قيل عنه في الرسالة رسالة يعقوب كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا. يريد كل واحد يشعر انه تحت الالام وانه مش اكبر من الخطية ومش اكبر من السقوط اذا كان كل هؤلاء الجبابرة قد سقطوا. فليعطينا الرب نعمة لكي لا نسقط. اتفضلوا.